في فيديو النهارده هنتكلم عن جنازة ومراسم دفن الفنان محمود ياسين التي أبكت زوجته الفنانة شهيرة وأولاده، والحزن يخيم على الحضور. في فيديو النهارده هنتكلم برضو على نجمات بدون مكياج في جنازة محمود ياسين وحضور كبير للفنانين والفنانات وانهيار زوجته شهيرة وأولاده، وهنتكلم برضو عن سقوط الفنان الكبير عادل إمام على الأرض في جنازة الفنان محمود ياسين. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أهلا بكم. شيع المئات جثمان الفنان المصري القدير محمود ياسين منذ قليل وسط حضور عدد كبير من النجوم، حيث وصل منذ قليل جثمان محمود ياسين إلى مسجد الشرطة ملتفا بعلم مصر وسط حالة من الانهيار سيطرت على أسرته والحضور. وانهارت الفنانة شهيرة فور وصول جثمان زوجها الفنان الكبير محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص الحضور على ارتداء الكمامات الطبية خلال مراسم تشييع الجنازة، وذلك للوقاية من فيروس كورونا. وشارك في الجنازة كلا من الفنان حسين فهمي والفنانة المصرية نادية الجندي ونجوى إبراهيم ورشوان توفيق وعزة العليلي وأيتن عامر وأحمد السقا والمنتج محمد مختار. وانتهت قبل قليل صلاة الجنازة على الراحل الفنان محمود ياسين، وأقيمت الصلاة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتم دفن جثمان الفنان الراحل محمود ياسين في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور وتقديم واجب العزاء، ومنهم الفنان المصري القدير عادل إمام والفنان حسين فهمي والفنان عزة العليلي والفنان محمد عادل إمام والفنانة لبلبة والفنانة نادية الجندي والفنان أحمد السقا والفنان خالد النبوي والفنان رشوان توفيق والفنانة بوسي والإعلامية بوسي شلبي والفنانة دلال عبد العزيز والفنانة مرفت أمين والفنان محمود حميد والفنانة المصرية إلهام شاهين والفنان عماد رشاد وأشرف زكي وزوجته روجينا والمخرج محمد عبد العزيز وشقيقه عمر عبد العزيز والمنتج محمد مختار والفنان خالد النبوي والفنان محمد رمضان وعدد كبير آخر من الفنانين. وكان عمر محمود ياسين أعلن وفاة والده وقال على صفحته الشخصية فيسبوك: توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء والفاتحة. وتستقبل أسرة الفنان محمود ياسين عزاءه غدا الجمعة في ساحة كامباوند رويال سيتي بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب. والتقطت الكاميرا لحظة سقوط الفنان الكبير عادل إمام أثناء أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد. وفور سقوط الفنان عادل إمام على الأرض قام عدد كبير من الفنانين بالذهاب للفنان عادل إمام للإطمئنان عليها، ومن ثم بعد ذلك جلس على كرسي ولم يقف بعد ذلك. وبدأ عادل إمام وهو في حالة حزن شديدة لرحيل الفنان المصري القدير محمود ياسين صديق العمر. والآن نترككم مع عدد من فيديوهات وصور جنازة الفنان المصري الراحل محمود ياسين.